من الإقليم والمركز أخذت بالاتساع على الرغم من لقاء الوفد الكردي بالحكومة مؤخرا، فوجود عالم الإقليم من عدمه في المناطق المتنازع عليها أضاف خلافا جديدا إلى حزمة الخلافات بين الطرفين، غير أن ما يميز المشكلة الجديدة أنها أخذت طابعا شعبيا أكثر منه سياسيا، في وقت يؤكد نواب في برلمان الإقليم أن الوفد المقبل الذي سيزور حكومة بغداد قريبا سيضع المشاكل العالقة كافة على طاولة النقاش. نحن نأمل بأن الوفد الذي من حكومة أو من إقليم كردستان ذهب إلى الحكومة الاتحادية أن يتم هناك طرح جميع المشاكل العالقة بيننا وبين الحكومة الاتحادية. نأمل أن تكون هناك استجابة من قبل الحكومة الاتحادية. فيما يتهم أعضاء في مجلس النواب الكرد بالتصعيد حيال قضية العلم، داعين القيادات الكردية إلى التعامل بموضوعية من أجل تجاوز المشكلة، فضلا عن عدم رفع العلم الكردي في المناطق المتنازع عليها لحين التوافق على عائديتها. نحن نطالب حكومة الأقليم بضرورة عدم رفع العلم في هذه المناطق طالما أن مسألة هذه المناطق لم تحسم لحد الآن. للأسف الشديد نشوف الأخوة الكرد يصعدون الموقف يوما بعد آخر، وإلا مسألة العلم وهذه المسألة الشكلية، هذه المسألة البسيطة تعقد بهذه الطريقة، ويتعاملون مع الأمر على أنه هو مس بقوميتهم ومس بإقليمهم ومس بوحدتهم. يعني هذا أمر مخجل وأمر معيب، وأدعو القيادة الكردية إلى التعامل مع هذا الأمر بموضوعية. التصعيد الكردي الذي خلفه قرار الحكومة المركزية بإنزال العلم الكردي في قضاء خانقين شرق محافظة ديالى فهم على أنه محاولة لتكريس نزعة الانفصال، غير أن الحكومة المركزية لا تزال تعتقد أن الحديث عن الانفصال يعد أفكارا مستعجلة وبعيدة عن الواقع. لا زال الفهم هو أن الإقليم كردستان يعتبر أن وحدة العراق وبقاء هذه الوحدة هو الأمر الصحيح وهو الأمر الذي ينفع كل الأطراف. أعتقد فكرة التقسيم وأي فكرة أخرى هذه قضية أعتقد في مثل ظرف العراق الآن هي أفكار مستعجلة وأفكار بعيد عن الواقع. وبحسب مراقبين فإن المصلحة باتت تملي على حكومة الإقليم والمركز تجاوز الخلافات الداخلية من أجل التوحد لمواجهة التوترات الحدودية مع تركيا وإيران، فيما قد يدفع الضغط التركي والإيراني حكومة الإقليم إلى التهدئة مع المركز. إدريس جواد، السومرية.